لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعين قناتنا أخبار تهمك. قبل ما نبدأ هذا الفيديو انزل بسرعة ودعي لشيخنا أبو عبد السلام بالرحمة، لأن دعوة 40 غريب مستجابة. انهار الشيخ راشيد بن عطاء الله في جنازة الشيخ أبو عبد السلام وقال فقد قام من قامات الجزائر، الله يلاقيه مع ربي على خير، ونعاه بكلمات مؤثرة جدا. قبل ما نصهر ليكم هذا الفيديو سوف نعرض لكم آخر كلمات أبو عبد السلام الجزائري. قبل وفاته كان حاسس بقرب أجله، ربي يرحمه. إنما أنا ذاهب لألقى أصحابي، لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لألقى الصحابة رضي الله عنهم، وفوق كل ذلك لألقى الله تعالى. بعد ما شفنا آخر كلمات شيخنا أبو عبد السلام، هنعرض لكم الشيخ راشيد بن عطاء الله وهو ينعيه. ده هو الفيديو يا جماعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مات الشيخ أبو عبد السلام، لكن الحمد لله ما ترك من ورائه من علم ومن فتاوى. الرجل أفنى عمره في خدمة الإسلام في هذه البلاد المباركة الطيبة، والرجل كان على خير وعلى تقوى وعلى علم، واليوم نفقد قامنا قناة الجزائر. نسأل الله تعالى أن يجعله في الجنة. أنا في هذا الرجل عالم، إمام، فاضل، شيخ، كان على دين وعلى صلاح. ميزته الرجل كان على خلق ما شاء الله تبارك وتعالى، يعني علمه جسده ميدانيا، كنا نرى فيه الخلق الفاضل والأخلاق الحسنة، والرجل متأدب وفيه ما شاء الله من الحياء. أسأل الله أن يرحمه وهو الآن يسأل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله له الثبات إن شاء الله. وهكذا دواليك الحياة المهم، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. المقبرة لتشييع جنازة الشيخ الإمام أبي عبد السلام، نسأل الله تعالى أن يرحمه بواسع رحمته وأن يجعله في الجنة، وقبره روضة من رياض الجنة. الأمة الإسلامية اليوم تفقد قام من قامتها، عالم من علمائها، شيخ من شيوخها، إمام من أئمتها، فاضل عالم كان على دين وعلى حياء وعلى خلق. في أخبار كثيرة جدا انتشرت بعد وفاة الشيخ الجزائري أبو عبد السلام، تفيد بأن الشيخ مات مقتول. فهل فعلا مات مقتولا أم لا؟ كذبت زوجة الشيخ الجزائري أبو عبد السلام ما انتشر حول أن زوجها مات مقتولا. ولكن يا جماعة كفاية كذب بقى، حرام عليكم بجد والله. سيبوا شيخنا يرتاح في قبره. كم تبلغ ثروة الشيخ أبو عبد السلام الجزائري؟ قدرت ثروة أبو عبد السلام الجزائري طوال مسيرته القرآنية حوالي 10,000 دينار جزائري، الأمر الذي أصهرته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختصة في تتبع ثروات الشيوخ. من الممكن أن يكون هذا الخبر كاذب، ولكن لمن سوف تذهب ثروته؟ ذهبت ثروة الشيخ أبو عبد السلام لأبنائه وهم أحمد ومحمد، وبناته سارة ومي وزوجته. لن تصدق ماذا وجد الشيخ شمس الدين أثناء تغسيل أبو عبد السلام الجزائري، شيء صدم أسرته. قال شيخ شمس الدين الجزائري أثناء تغسيل جثة صديقه الشيخ أبو عبد السلام الجزائري أن بشرته وجسده منيران، وإن شاء الله سيكون من أهل الجنة. واستكمله لأنه مغلطش في حد وكان بيصلي الفروض في وقتها. ربنا يا رب يرحمه ويجعل مثواه الجنة. زوجة الشيخ أبو عبد السلام الجزائري
تبكي وتنهار من الصرير وتكشف السبب الحقيقي وراء وفاته وتصدم الجزائريين. نعت زوجة الشيخ الجزائري أبو عبد السلام زوجها بكلمات مؤثرة قال فيها: عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليد لأنك عوضتني عنهما، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم لرحيلك. دلوقتي أنا بنعي زوجي حبيبي حتى من قلبي، اتخلعت بفراقك يا حبيبي. اللهم ارحمه رحمة واسعة وسعت كل شيء، اللهم ارزقه الجنة والفردوس الأعلى برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واختتمت: اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم تجاوز عن سيئاته وأحسن إليه يا رب العالمين. نسألكم الدعاء لزوجي بالرحمة والمغفرة. صلى الجنازة على والده الشيخ أبو عبد السلام وهو الذي تقدم للصلاة عليه وسط تأثر الحاضرين، وظهر عليه التأثر الشديد زي ما واضح أمام حضراتكم. الآن نسيبكم تشوف الفيديو. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر صور للشيخ أبو عبد السلام الجزائري، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء بحمام السخنة بولاية سطيف. وتظهر الصور المتداولة والتي التقطت بعد صلاة فجر يوم اثنين الشيخ أبو عبد السلام وهو يبتسم ويبدو بصحة وعافية، لكن قدر الله وما شاء فعل. وكشفت الوزارة الثقافية الجزائرية أن صلاة الجنازة على الفقيد الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله أقيمت اليوم الأربعاء بعد انتهاء صلاة الظهر بمسجد البشير الإبراهيمي الزغارة، والدفن بمقبرة سيد نعمان بلدية بولوغين. وتفاعل نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المصاب الجلل ودعوا للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. آخر ما قاله الشيخ أبو عبد السلام في آخر ظهور له قبل وفاته وكأنه شعر بقرب أجله. تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور المحاضرة الدعوية الأخيرة التي ألقاها الشيخ أبو عبد السلام جعفر والفيلي الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 76 عاما. الراحل أبو عبد السلام قدم محاضرته الأخيرة من مسجد علي بن أبي طالب برأس علمة في ولاية سطيف، والتي زارها الفقيد قبل أن توفاه المنية. وهناك جاء في محاضرته الأخيرة وقال: الله تعالى يحبنا ويعلم يقيننا، ولولا حبه لنا ما أرسل إلينا واحدا منا نعرفه ونعرف صدقه وأمانته، راعيا وموجها ومبينا للحلول والضوابط التي لو أخذنا بها فزنا ورب الكعبة في الدنيا والآخرة. الفقيد قال أيضا: بكى سيدنا محمد ودمعته عزيزة علينا، وقد أشفق الله سبحانه وتعالى عليه، فأرسل إليه جبريل يسأله: ما الذي يبكيك يا محمد؟ فيقول: أمتي أمتي. صار الناس يمرون ويقولون: هل لا كنتم أكملت هذه اللبنة؟ فقال: أنا تكملت اللبنة، يعني هذا البناء كله في الصفحة والتبقى وبقيت لبنة صغيرة، فلماذا نعجب من نقصانها ولا نبادر إلى إتمامها؟
ربي يوفق الجميع ان شاء الله. مات وهو ساجد الشيخ الجزائري أبو عبد السلام، صرخ قبل وفاته بلحظات قليلة من داخل الحمام وقال الحقوني أنا بموت، ولكن للأسف عندما فتحوا الباب لقوه ميتا على الأرض، وكانت الصدمة لعائلته. وهذه هي الصور. مع الشيخ شمس الدين الجزائري من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر، وقدم العزاء لأسرته قائلا من النادر تشوف إنسان زي الشيخ أبو عبد السلام، كان واحد من الناس دي. مع السلامة يا ابن متصالح، مع نفسه كده متصالح ومع الظروف اللي عاشها في حياته. وعندما تتحدث عنه لازم تقول في بداية الكلام أنه هو الأصول والاحترام والتقدير والأدب والأخلاق الكريمة. إن شاء الله في الجنة. مع السلامة يا صديق عمري، الله يرحمك يا رب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.